واش من رأيك هاد الإنسان اللي كيمد يديه هاد السعاي أو هاد المتسول كيستحق الصدقة أو لا؟ لا بالنسبه لي لا، على بزاف د الحاجات. من جهه دوك الاولاد اللي كيستغل وكيحرمهم من القرايه ومن المدرسه وكيدروغيهم باش ما يبرزطوش، وعلى شنو كيدير في داك الوليدات الصغار، من جهه. من جهه اخرى كيقتل فيه النفس، كيفضل يمد يديه ولا يخدم. وحنا عندنا بزاف اللي كنشوفوهم كيخدموا خدامي اللي عارفينهم ما كيصوروا منها حتى حاجه. نعاونوا اللي كنشوفوه كيدير مجهود واخا بسيط، وحنا غادي نعاونوه بشي حاجه كبيره. ما كاين بس ولكن كنشوفوه كيدير مجهود. وما تقلش تسعه، ما تعلمش ولد صغير يمد يديه، ما تقتلش فيه النفس. ما كيكون حتى حاجه اخرى داك الولد الصغير ملي كيكبر من غير سعاي. نعم. واش ظلم هذا الولد؟ لا، ما تحد ما علمو حتى حاجه اخرى. ما ملي كيتقدوا له الكتاف والناس تيشوفوه صحيح ما تيعطيوش، سي نورمال يمشي يكري ولد صغير ما تيعرفش يدير شي حاجه اخرى. مزيان اللي كنصدقوا رائع، ولكن شتي حنا المغاربه كيفاش مزيانين والمعدن ديالنا مزيان وكبغوا الصدقه. الى كل بوتي غروب، كل بوتيت كوميونيتي دارت، كل مجموعه صغيره اسمحوا لي دارت شي حاجه ديال بصح، الله يجعلكم من الجيران اترافيغ داك الاجتماع مع السانديك فاش كتهضروا على مشاكل العماره، ديروا كوليكت بيناتكم داك الصدقه اللي غادي تعطي من طوموبيلتك باش ترتاح، يرتاح ضميرك. نعم. انا كنبغي كنتمنى بهضرتي تلصق لك في مخك ويضرك ضميرك اكثر. بالله راك كتادي دراري صغار كيضيعوا بسبب انت كتعطي داك الدرهم ولا جوج اللي كتمد يديك من الشرجم وانت واقف في الفروج من الطوموبيل.